لم ينل الخط عند أمة من الأمم ما نله الخط العربي عند المسلمين من العناية والاهتمام. ومع ازدهار الحضارة الإسلامية تبارى الخطاطون في تجويده وتحسينه، حتى صار الخط العربي فنا تعبيريا وتشكيليا متكاملا. يقترن فن الخط العربي بزخرفة المساجد والمنازل، وكذا برسم القرآن الكريم، وقد شهد هذا المجال تطورا حمل في طياته سمات الروح الإسلامية والشرقية. قد بلغ الخط العربي من الروعة والجمال مبلغا جعل غير الناطقين بالعربية يقتنون لوحاته إحساسا منهم بجماله وروعته. كمال العامري دكتور في الفلسفة، تونسي الجنسية ويعيش في باريس، صار واحدا من سفراء الخط العربي ليس في فرنسا وحسب، بل في الغرب على الإجمال. جمالية الخط العربي لا تتطلب الفهم، هي شكليتها في حد ذاتها جميلة. العشاق الذواقين يعني للفن لما يشوفوا الخط العربي ما يطلبوا فهمه، شكليته في حد ذاتها يعني جماليته تكفي. ففي أنا عندي بعض الزبائن أقول وأصدقاء في نفس الوقت من رومانيا يعني اشتروا لي، ما يعرف الخط العربي لكن يعشق الخط العربي ويروح به حتى رومانيا عشان يضعوا يعني في الدار بتاعه، عندهم ديار يعني في رومانيا وألمانيا، وعندي حتى في اليابان أيضا في طوكيو، عندي تابلوات في فينيز، في دامبرز، في نيويورك. تتميز الكتابة العربية بالطواعية كونها متصلة، مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة. لأن اللغة العربية في جماليتها فيها أيضا ثراء في المعنوية أيضا وفي التعبير. واللي سوقني أنا يعني في الخط العربي هي الحركية. يفرغ الخطاط عبقريته وخياله مستغلا انحناءات وامتدادات الحروف العربية، فيخلع عليها جمال الحياة، وتتحول الحروف من أشكال رمزية إلى قامات وأغصان وزهور تفيض بالحياة. حرف الألف أستعمله، فهمت، حتى أخرج منه أوراق لو ثبت يعني بشعور يعني في حرف الألف موجود هون، بس أنا أتجاوزه عشان أعمل منه طبيعة. وهذه كانت غلاف الجبران خليل جبران للأجنحة المتكسرة. الخط العربي بلا نزاع أرقى وأجمل الخطوط على وجه المعمورة، مما جعله فنا له عشاقه في الغرب والشرق. خالد الخالد، القناة الثقافية، باريس.